ما كنتش هيبقى تروح اعملي ترمي شفايفه، بطنك. اعملي شفايفه. كان بيتكلم يربي العيال، تعتمدي عليه ليه؟ يربي العيال، يحتوي العيال، ياكل العيال، يغير حنين؟ العيال. هو عصبي شويه، بس الميزه بقى انت لما تجوعي ومفيش اكل في البيت بتذبحيه. ما هو ده يعني انت عايزه بطوط كل شهر او بطوط كل اسبوع. طب بس مين اسبوع يربي؟ انت تذبحيه تاكليه. مين يربي سوسو توتو؟ الست دي متوحشه يا جماعه والله. يعني بقول لك يبقى جوزك، هتذبحي جوزك من الاخر، تذبحي جوزك اسبوعيا؟ كل اسبوع نجيب لك جوز وتذبحيه؟ كل اسبوع محتاجه بطايه بطوط بطايه معايا في البيت. طب افرض اتعلقتي بيه؟ انا الطفل ريشه ببقه جوزه، جوزه الجميل. ومين هياخد باله من توتو وميمي و على فكرة يا جماعة بطوط؟